والآن مع قصيدة للشيخ عبد الله بن علي الخليلي الذي أبى إلا أن يشاركنا في هذا المهرجان بقصيدة أعدها خصيصا للمهرجان، ولكن لمرضه الذي نعلمه جميعا سيلقي عنه القصيدة الشاعر حبراس بن شبيط بن لافي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أيها الحفل الكريم أن أنوب عن شيخي شيخ البيان عبد الله الخليلي في إلقاء قصيدتين له. سوف ألقيهما بالسقع التراثي العماني الذي تشتهر به سمايل، وذلك تلبية لرغبة الشيخ. فإلى قصيدته الأولى التي كتبها خصيصا للقاء هذه الأيام، أيام الأدب الغراء، وهي بعنوان طائر الونا. أيفقأني تحت الظلام مهيب، ويجمح بي في الجامحات مريب. أيفقأني تحت الظلام مهيب، ويجمح بي في الجامحات مريب. وأبتلع الآناء وهي مناصل، وأرتشف الآمال وهي خطوب. وأشرب أيامي وهن قواصل، فتفلذ مني ما تشاء فتريب. وأزجر منها طائرا جده الوناء، وتزجر مني طائري فيصيب. وأجلو غبار الشك عني بلمعة، من النور يرميها الهدى فيصيب. ليسهر جراها الزمان وأهله، وما هي إلا لمحة فتغيب. ويشهد آي الله في سبحاتها، على صدق ما قد قلت وهو رقيب. أقول لمختال له الغش حرفة، قصاراه منها ندبة وندوب. لك الويل لا تركن إلى الغش قاصرا، عليه قصير العمر فهو كذوب. فلا تركب الدنيا ذلولا مطهما، فتلقى عواديها وهن لغوب. فجرد على تقوى من الله غاية، يلوذ بها الإيمان وهو حبيب. إليك نظام العيش فالعيش ناقد، بصير وسهم للقلوب مصيب. إليك فإن الحال لا شك حائل، ومن خبر الأيام فهو أريب. فهبني حلبت الدهر شطريه فانثنى، إلي مكبا والطوية حوب. فلم يبد لي إلا مجد مشمر، خبير بأدواء القلوب طبيب. ولا علمتني منه ساعة وصله، سوى جلد يغشى الوغى فيذيب. إليك سويعات اللقى فيك أنة، ترددها الألحان وهي طروب. فلا الدهر بالثاني العنان هنيهة، ولا هو بالباقي عليه حبيب. ففيما الترجي من خباء مجوف، عليه الليالي عظة ونيوب. تطول عليه الطائلات من الهوى، ويسكبه عبر اللقاء سكوب. وتغشاه من آي السماء آية القضاء، فتنفعل الآمال وهي ضروب.
دعيت إلى إحضار ما عن سانحا لعيني فلم يسنح لدي عجيب ففيما أروض السابحات مغيرة إلى ندوة فيها اللقاء يطيب وأستحضر الدنيا أمامي مطيعة عليها رداء الحسن وهو قشيب ولكنني بادرت في الجد ساعدا بقلب يقد الصلد منه صليب يهيم عليه في المحبة والصفاء صديق وإما المعتدي فيخيب يهيم عليه في المحبة والصفاء صديق وأما المعتدي فيخيب يردد سجع النائحات مغيره فيحدو به الأيام وهي تذوب تحدر مني عن بيان مطاوع سماء ملثا والفؤاد رحيب وسار مسير الشمس في الأفق قاطعا حبال الونا والدهر ثم يهيب يفوق منه السهم كي يرمي العداء ليذعن منهم مارق وحريب صحبت الليالي وهي سود عوابس وجانبت منها اللؤم وهو ذنوب وجردت نفسي في هوى الله وحده فما حاد بي دون المرام عصيب ولا زاغ بي عن حبه جل شأنه تجاف ولو كان المقام رهيب أنادي رسول الله في جلوة اللقاء ليشهد مني ذائب ومذوب وأستعذب الذكرى لذات تربعات جلال التجلي حيث ليس مريب وأشفع فيه بالصلاة سلامها ليختم قولي والختام يطيب تلقاه رضوان الإله بطيبه وبوأه أرض الجنان مثيب وتشمل ذكراي الصحابة كلهم ويخفق مني القلب وهو طروب ويسحر آية الوصل منها بيانها يهيم عليه سالب وسليب